او بغضا، انه البغض وقتك انتهى، وقتك انتهى، تفضل يا شيخ خالد. على كل هذه الروايات الضعيفه التي يستدل بها والروايات المكذوبه، انا ساساله سؤالا مهما جدا، هل هذه الروايات التي ذكرتها انت مرويه من طريق اهل البيت او من غير طريق اهل البيت؟ تفضل تفضل سريعا. ألزموا به أنفسهم. يا أخي جاوبني على قدر سؤالي. لحظة حبيبي، مروية من طريق أهل البيت ولا من غير طريق أهل البيت؟ سؤال. لدينا. جاوبني يا أخي، الله يرضى على والديك، هذا وقتي أنا أعطيتك، جاوبني، هل هي مروية من طريق أهل البيت ولا من غير طريق أهل البيت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمس يقرأ لي سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سؤال، مروية من طريق أهل البيت ولا من غير طريق أهل البيت؟ هذه مروية في كتبكم يا أخي، في كتبنا ولا في كتبكم؟ سؤالي واضح، من طريق أهل البيت ولا من غير طريق أهل البيت؟ عن النبي صلى الله عليه يا وسلم. يا أخ حبيبي، هذه رواها عن غير، عن النبي، أهل البيت ولا غيرهم؟ وما هو الإشكال؟ أنا جاوبني وبعدين أعطيك السؤال. جاوب يا شيخ علي. أنا يا حبيبي جاوبني. هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي سؤالي، من طريق عن النبي، من طريق أهل البيت ولا من غير طريقهم؟ عجيب. ولا يضر إن يا حبيبي جاوبني على قدر سؤالي. لا إله إلا الله يا شيخ. هذا يا شيخ علي، شيخ علي أنت خلاص، أنت بتضيع وقتك، ده وقت الشيخ خالد الوصابي، فخلي الردود سريعة. هو بيسألك سؤال، هذه الروايات مروية عن طريق أهل البيت ولا غير أهل البيت؟ تفضل. أجيبه بوقتي. ليه؟ لماذا؟ ليه؟ ليه؟ أنا تبرأت. ليه؟ ما أنت وقتك أنت بتضيعه. إذا سألته في وقته لا يجاوبني، وإذا أعطيته من وقتي لا يجاوبني. سؤال، ليش؟ لماذا؟ لأول مرة أقول أجيبك بوقتي. لا لحظة، جاوبني الآن، أنا الآن أريدك الآن تجاوبني في وقتي. يلا. هو يطلب المدد الآن لأنه عجز الآن، يريد يسعفه الآن. سؤال، جاوبني. بابا يا مدد، أنا قاعد ببيت، تعال محمد جيب لنا شاي. أنا قاعد أنا مو من يا سيدي الفاضل، السؤال جاوبني، هذه مروية من طريق أهل البيت ولا من غير طريق أهل البيت هذه الروايات؟ رواية مروية عن النبي، عن النبي، عن طرقكم. من غير طريق أهل البيت ولا من طريق أهل البيت؟ سؤال جاوبني. عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. يا حبيبي وصلنا إلى النبي، أهل البيت ولا غير أهل البيت الذين رووها عن النبي، من هم؟ أيها المسلمون، لدينا مثلها عن أهل البيت. يا حبيبي سؤالي واضح وجلي، هذه الروايات التي تستدل بها علي هي من طريق أهل البيت ولا من غير طريق أهل البيت؟ شيخ علي الإجابة بسيطة، نعم ولا لا؟ ليس عن طريق أهل البيت. ممتاز. سؤال، ليس عن طريق، هل هي واجبة الاتباع؟ هل يجب علي أن أتبعها؟ لحظة حبيبي اسمعي، هل يجب علي أن أتبعها أم لا؟ ونلزمك بها. يا أخي أنا سألتك شرعا، شرعا دين الله، هل الدين الإسلامي يفرض علي أن أتبعها أو لا يفرض علي؟ ما تلزمني، أنا أسألك عن شرع الله ودين الله. أجيب جواب واضح بالخدمة، لا لا تطول. كان لها شاهد. يا هذه الروايات التي استدلت بها علي، هذه الروايات التي أوردتها ضدي الآن واستدلت بها علي، هل هي واجبة الاتباع ولا غير واجبة الاتباع؟ إذا كان لها لا شاهد. إذا لا أنا أسألك سؤال يا حبيبي، خلي اذا هذه عندك في جيبك مش وقتك، هل هي واجبة الاتباع ولا غير واجبة الاتباع؟ طب خلاص، هو السؤال دلوقتي جه في وقته، هو جاوب بقى يا شيخ علي دلوقتي، هو وقتك اهو، جاوب لكن خلي اجابتك صريحة. اتفضل. هذه الروايات واجبة الاتباع او غير واجبة الاتباع؟ ها، اذا كان لها شاهد. يا خلي هذه بذاتها بدون الشاهد، هذه هي واجبة الاتباع بذاتها ولا ليست واجبة الاتباع بذاتها؟ انت ملتزم بهذا، ايش علي يا خليك مني، انا اتكلم عن شرع الله ودين الله، هل الله فرض علينا ان نتبعها ولا لا؟ يا فرضت على نفسك اتباعها. يا خليك مني، كوني افرض او لا افرض، انا اسالك شرع الله ودين الله، هل الله اوجب علي ان اتبع هذه الروايات ولا لا؟ لا خليك مني انا، لا اتكلم، انا لا اتكلم عن علي الكناني ولا اتكلم عن خالد الوصابي، هل الله سبحانه وتعالى فرض علي اتباع الروايات اذا كانت من غير اهل البيت؟ فرض علي اتباعها ولا لم يفرض عليها؟ نحن نحاسبك بما يا اخي بدك، رب العالمين تحاسب، انا اسالك عن رب العالمين. سؤالي، هل هذه الروايات التي رواها غير اهل البيت،
هل يجب علينا شرعا ودينا أن نتبعها أو لا؟ نحن نريد أن نقيم. يا أخي لا خليك نحن، أنا أسألك عن شرع الله، شرع الله ودين الله، هل يجب علي أتبعها ولا لا؟ أنت إنسان، يا أخي أنت إنسان ما تعرف تجاوب. سؤال، هل يجب في شرع الله أن أتبعها ولا لا؟ أنت ملتزم بها شرع الله. يا خليك مني أنا، أنا أسألك عن شرع الله ودين الله، هل الله أمرني وأوجب علي أن أتبعها وإذا لم أتبعها سيعذبني أم لا؟ هذه شريعة أستاذ، هذه شريعتك أنا بفلسفة. إذا ما شريعة الله؟ إذا ليست شريعة الله، إذا الله لم يوجب علي أن أتبعها صح؟ أنت ملتزم بها. أنا سألتك عن دين الله، أنا سألتك عن دين الله، هل الله عز وجل أوجب علي أن أتبعها ولا لم يوجب؟ يا شيخ يا شيخ أنا أسألك سؤال، هل الله عز وجل أوجب علي أن أتبع هذه الروايات ولا لم يوجب؟ لماذا ترفضها؟ ليش؟ أنا سؤال أجبني عن هذا، هل الله أوجب علي أن أتبعها أو لم يوجب علي؟ سؤال، هذا كلام الله، هل الله عز وجل أوجب علي أن أتبع هذه الروايات التي استشهدت بها علي أم لا؟ هذا بينك وبين الله. أنا سألتك أنت ماذا تعتقد أنت؟ هل يجب علي شرعا أن أتبعها أو لا يجب؟ مسألة مفصلية هنا. أنا أحاسبك من تكليفك الشرعي، لماذا تتهرب؟ أنا سألتك سؤال شرعا ودينا، هل يجب علي أن أتبعها أو لا؟ شفتوا انهزم. لا ما هو أنت الذي إنما قمنا عمره ما يدي لك إجابة صريحة شكل ويحاول أنه يلبس على المشاهدين. يا شيخ علي، شيخ علي، سؤال الشيخ خالد الوصابي سؤال بسيط جدا، هذه الروايات المروية عن طريق غير آل البيت، أيه؟ هل هذه الروايات حرام علينا شرعا اتباعها، نعم أو لا؟ هل يجب شرعا؟ هل يجب شرعا؟ مش حرام. أنا ذكرتها، اسمعني، أولا كتبكم الوقت لا تساوي شيء عندي، يعني لا يجب شرعا أن نتبعها صح؟ يعني لا يجب علي شرعا أن نتبعها صح؟ أنتم ملتزمون يا أخي خليك من أنتم، أنا سألتك سؤال، هل يجب علي شرعا أن أتبع هذه الروايات ولا لا يجب؟ أنت خليك من أنت، أنا سألتك عن شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، هل الله أوجب علي اتباع هذه الروايات ولا لم يوجب؟ حسب عقيدتك نعم. خليك حسب، أنا سألتك عن شرع الله ما خليك على عقيدتي، أنا لا أريد من علي الكلاني إلا مسألة واحدة، هل الله أوجب علي العمل بهذه الروايات أم لا؟ سؤال. حسب لا مش حسب شرع الله، لا شرع الله عز وجل لا يكون بحسب أهواء الناس، أنا سألتك عن شرع الله ودين الله. هذا دينكم اتبعتم معاوية، خليك ديننا نحن، أنا سألتك سؤال، هل شرعا يجب علي أن أتبعها أو لا؟ هذا أنت ألزمت نفسك به. يا شيخ علي، شيخ علي، لأن إحنا كده هنخلص الحلقة، يعني مش هنطلع بدليل. يا شيخ علي، شيخ اسمع بس، إحنا موقفين الوقت. الشيخ خالد الوصابي، اسمع، الشيخ خالد الوصابي سألك، هذه الروايات التي استشهدت أنت بها، هذه الروايات مروية عن آل البيت ولا غير مروية عن آل البيت؟ قلت عن غير آل البيت، تمام؟ سألك الشيخ خالد الوصابي، قال لك هل يجب علي أن أتبعها؟ نعم أو لا؟ شرعاً، من الناحية الشرعية. إيه؟ هل وجب علينا اتباعها ولا لا؟ أستاذ هذا تكليفكم الشرع، أنا مو تكليفي. يعني الله عز وجل شرع وأوجب علينا أن نتبع هذه الروايات؟ هذا حسب عقيدتك مو حسب عقيدتك. يا أخي ما سألتك عن عقيدتي، أنا سألتك عن شرع الله، هل الله أوجب علينا اتباع هذه الروايات ولا لم يوجب؟ هل الله عز وجل أوجب علينا اتباع هذه الروايات؟ يا مسلمون هذا يسألني عن عقيدتي، أنا ايش علي بعقيدتك؟ لا خليك، أنا سألتك عن شرع الله، لم أسألك عن عقيدتك ولا عن عقيدتك، سألتك عن شرع الله، هل الله عز وجل أوجب علي اتباع هذه الروايات التي تستدل بها علي أم لا؟ مثل ها خصوصا هذه الرواية بس فقط أجيبك فقط على هذه الرواية. لا ما أريد رواية واحدة، لا أريد رواية واحدة، لا أريد رواية واحدة، أريد روايات إلى آخر الحلقة، أريد كل الروايات المروية من غير طريق أهل البيت، هل هي واجب اتباعها شرعا ولا ليس واجب اتباعها شرعا؟ هذه مسألة مفصلية سينسحب على كل الروايات التي سيستدل بها. نعم إذا كان القرآن يؤيدك لا، ما سألتك عن القرآن الآن، ما سألتك، سألتك عن الروايات التي استدلت بها علي وهي من غير طريق أهل البيت، هل يجب علي أن أتبعها أم لا؟ سؤال محدد مفصل. أستاذ
استاذ اولا انتم سرقتم الوقت وهذه مو مناظره. لا احنا موقفين الوقت، احنا موقفين الوقت يا اخي، احنا موقفين الوقت، لكن الامر الامر احيانا تنبني على جميع الروايات، الامر احيانا بيستدعي نقاش بين الطرفين. يعني اذا كان على الوقت سنعيد الوقت لك كاملا، لكن جهز الاجابات على الشيخ خالد الوصابي. الشيخ خالد الوصابي اجابته اسئلته بسيطه جدا. الشيخ خالد الوصابي بيقول لك شرعا هل يجب علينا اتباع هذه الروايات التي ذكرتها انت واستدلت عليها، الروايات المرويه عن غير آل البيت؟ يلا هذه الروايات خلاص، خليه بقى يكمل، خليه بقى يكمل الشيخ خالد والحكم للجمهور. نعيد الوقت والحكم للجمهور. طيب يلا بابا جيب شاي. يلا الوقت لمن؟ الوقت ليه؟ خلاص بقى يعني خلي الشاي بعدين، ده فاضل 5 دقايق ولا 10 دقايق. قال على انهم لا تقتضي اتباعهم شرعا، وقال انتم تركتم آل البيت وضللتم واتبعتم الصحابة. اذا الله عز وجل يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، وهذا يخالف كلام الله، ويريد مني أن يستدل علي برواية أصلا ما أثبت صحتها ورواية ضعيفة وهي ليست حجة باعترافها ولا يجب علي شرعا العمل به. ليش؟ لأني سأقول لك، إذا كانت هذه الروايات مروية من طريق غير أهل البيت ولا يجب اتباعها سقط وجوب الاحتجاج بها، وإن كانت هذه الروايات من طريق غير أهل البيت ويجب اتباعها لزم أن الاتباع ليس خاصا بأهل البيت، بل يتبع أهل البيت وغير أهل البيت. إذن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، ولم يقل وأهل بيتي وأهل المباهلة اتبعوهم. أنا أعطيت آية كريمة من القرآن قال هذه خاصة بعلي، وقد رددنا عليه في الحلقات الماضية، قلنا قال الله والسابقون ولم يقل والسابق، وقال الأولون ولم يقل الأول، وقال من المهاجرين والأنصار، وعلي لا يمكن أن يكون مهاجري وأنصاري في نفس اللحظة، وقال الذين اتبعوهم ولم يقل اتبعوه، ولو كان عليا وحده لقال اتبعوه، وقال بإحسان وهم لا يرون أن علي يطاع بإحسان بل يطاع طاعة مطلقة. إذن هذه الآية الكريمة في اتباع الصحابة، في اتباع المهاجرين والأنصار، أين الآية التي تقول باتباع أهل البيت؟ أنا أتحدى علماء الشيعة ومعممي الشيعة أن يعطوني آية كريمة تقول اتبعوا أهل البيت. أما آية المباهلة فقد أخرجوا الحسن وأخرجوا الحسين من الاتباع، وأخرجوا فاطمة، وعلي ليست نفسه مثل رسول الله وإن اقتضى أن يكون نبيا. بكرة بإذن الله تعالى